بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة بلقياكم أخواتي مرة أخرى، كنتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم إن شاء الله تحت طلب العديد من الأخوات اللي بغوا الطريقة ديال التحضير ديال فولاذ الغنمي، فاليوم إن شاء الله نقترح لكم واحد الطريقة كتجي رائعة جدا، فكنتمنى تجربوها وتنال إعجابكم. إلا عجبتكم أخواتي ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. بالنسبة لهذه الوصفة فتنبت طبيعة الحال غادي نحتاجو على بركة الى انا عندي ثلاثة حبات، يعني ثلاثة فولات هنايا كيفما كتلاحظو اللي زولنا لهم طبيعة الحال القشرة، ويعني تما تيكون عندهم جوج قشرات، كنحاولو نزولو لهم القشرات بجوج، تنغسلوهم تنقطعوهم هكا مكعبات يعني شوية كبيرة بحال البغوشيط. غادي نحتاجو بالنسبة للتوابل غنحتاجو هنا ربع معلقة صغيرة ديال العطرية ديال اللحم، ربع معلقة صغيرة ديال المروزية، ربع معلقه صغيره ديال السودانيه ولا فلفله حاره مطحونه. غادي نحتاجو ربع معلقه صغيره ديال الفلفله حمراء حلوه، وربع معلقه صغيره ديال الكمون، يعني كلشي غنمشيو بربع معلقه ربع معلقه في جميع التوابل. غنحتاجو عصير ديال نص حبه ديال الحامضه، غنحتاجو واحد ثلاثه فصوص ديال الثوم، غنحتاجو نص حامضه مصيره، غادي نحتاجو بعض المعالق ديال القزبره معدنوس مخلطين، طبيعه الحال الملح والابزار، الابزار ما نكثروش لان عندنا السودانيه، عندنا زيت الزيتون مخلطه مع زيت النباتيه، خليط ما بين زيت الزيتون وزيت النباتيه واحد نص كاس تقريبا. يعني هادو هما المكونات اللي عندنا. ندوزو على بركه الله الطريقه تحفه. بالنسبه للطريقه فكناخذو اما واحد الكاسرول ولا طاجين ولا فاش السيده بغات تنصبوه، وانا كنستحسن يكون طاجين صغير، تنحاولو نخويو فيه نص كاس خليط ما بين زيت الزيتون والزيت النباتيه، تنضيفو التوابل اللي عندنا. هاد التوابل كلها غادي نخلي لكم الرابط ديالها، يعني التوابل اللي استعملت غنخلي لكم الرابط باش تعرفوا عليهم، خصوصا المروزيه والعطريه ديال اللحم. غادي ندير فقط جوج معالق هنا ديال القزبر معدنوس، وغادي نخلي جوج معالق ونحتفظ بهم. غادي نديرو هذيك اللب ديال ديك الحامضه مصيره، غادي نحاول نخلط هاد المكونات. غادي نضيف ليها واحد نص كاس ديال الماء، هنا ضفنا كيف ما تلاحظوا معايا نص كاس ديال الماء، غادي نديرو شويه الملح، الملح ما نكثروش لان الحامض مصير مالح، واحد الرشيشه تاع البزار. من بعد كنحاولوا ننزلوا قطع ديال الفولات بهذه الطريقة هذه، صافي تنقصو عليه العافية، يعني العافية مهيلة كنخليو على عافية مهيلة بزاف، حتى وكان يوقف لينا في هذيك يطيب ما تياخدش بزاف الوقت. غادي نسد عليه الطاجين ما تياخدش بزاف الوقت، واحد 15 دقيقة بما غلا الطاجين فتيكون واجدين. غادي نضيفو عليهم شوية ديال الربيع من الفوق طبيعة الحال، وغادي نضيفو عليهم داك عصير نص حامض اللي عندنا. الطاجين ديالنا اخواتي كتلاحظوا معايا من بعد ما طاب، فقبل ما كنطفيو عليه تنضيفو ليه ديك العصير ديال نص حامضه، تنحاولو ندوزوها بحال هكا، ونزينو طبيعة الحال بحامض مصير شوية ديال الزيتون، تنقدمو تيجي رائع عندي هاد يعني بهاد الطريقة هادي. ان شاء الله تجربوهم وينالو اعجابكم، وكنتمنى نكون لبيت الطلب لان كانوا عليه الطلب بزاف في هاد الفولات تاع الغنمي. الاخوات ما يعني بزاف تاع الاخوات طلبوهم، فكنتمنى نكون لبيت الطلب ديالهم وان شاء الله تجربوهم بهاد الطريقة هادي. كنتمنى الحلقة تكون نالت اعجابكم، الى عجبتكم تنسوش ديرو لايك للفيديو، وشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد الى حلقة مقبلة بحول الله.